ضمن المجموعة الأولى للرابط المحترف الثاني لكرة القدم الجولة الرابعة استقبل فريق ستير جرزونة جمعية أريانا. أبناء ستير جرزونة لتحقيق الفوز الأول في البطولة، في المقابل بحث أبناء جمعية أريانا على تأكيد فوز الجولة الفارطة أمام فريق قوي في القفصة. الأسبقية في الهجوم كانت لأبناء المدرب مصطفى الذوادي عن طريق المهاجم عدلان الماجري، محاولة قابلتها تسديدة من لاعب جمعية أريانا طارق القصاعي، محاولة مرت جانبية. من جديد أبناء جرزونة في الهجوم، ركنية نفذها عبد الملك تاجورت والحارس يدخل. الفرص تواصلت لزملاء مروان بن رمضان، لكن لا حمزة الحبيبي ولا عبد الملك تاجورت تمكنوا من افتتاح النتيجة. الدقيقة 41 تأتي بالجديد لفريق ستير جرزونة، مخالفة نفذها عبد الملك تاجورت ومروان بن رمضان قائد الفريق غالت الحارس وسجل هدف ستير جرزونة. بعد هالهدف تواصل ضغط أبناء المدرب مصطفى الذوادي، لكن تألق حارس جمعية أريانا حال دون تسجيل الهدف الثاني، لتنتهي 45 دقيقة الأولى بأسبقية لأبناء جرزونة 1-0. دقيقة 69 في اللقاء هجوم لأبناء ستير جرزونة والتألق من جديد لحارس جمعية أريانا حسين الفازع. في المقابل مدرب أريانا حكيم عون أقحم على الدين العوني وراسم الرياحي في وسط الميدان وعلي كريدان في الهجوم. تغييرات أعطت الإضافة لأبناء أريانا لكن دون تغيير في النتيجة. في المقابل تواصلت الفرص للمحليين اللي كادوا في هالعملية سجلوا الهدف الثاني، لكن قلت خبرة البديل سيف الدين جويني حالت دون مضاعفة النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز ستير جرزونة على جمعية أريانا 1-0 وهو الانتصار الأول هذا الموسم. انتصار وإقناع، كانت النتيجة تكون عريضة أكثر كما قلنا، يعني جوارات زرزونة جوارات صغار ناقصين خبرة، كنا نسجلوا وما نعرفوش نستحفظوا، خدمنا على الجانب النفساني هذايا وعرفنا كيفاش نستحفظوا على الهدف اللي سجلناه. فما برشا غرور، حتى حسيت سرتو في ماتش اليوم، معناها ريزلتا ممكن نتاع قفصة، فما جوارات معناها كونسنتراسيون تاعهم نقصت برشا، مي سي الفوتبول ما نعطوش للماتش حق وراهو مستحيل تربح. واضح أول انتصار لستير جرزونة مقابل الهزيمة الثالثة كأسوأ حصيلة تقريبا مع بداية موسم بالنسبة لجمعية الريانا. دونك لأن جمعية الريانا نقوه الريانا بعد انتصار وحيد في أربع لقاءات نقوه في أسفل ترتيب المجموعة الأولى بثلاثة نقاط في البسيري كالعادة وبلا جمهور هادية، لكن الأمور باش تتبدل إن شاء الله، وفما خبر صار لجمهور ستير جرزونة وأنه الجولة السادسة ويمشي يستقبل مستقبل المرسى. خلينا السر، خلي السر هذا خلينا أمور فنية وباش نمشيو للطيران ساعة نتاع الجمعة اللي فاتت وبعد نرجعوا هادي مع الجديد. حسين أعطينا المباراة هذه أول انتصار. كلمة متاع الكوتش متاع ريانا قال اللي معناها ثم استسهال المباراة نوعا ما ولا حاجة كي خطر، عملوا انتصار مبهر مع قفصة، خسرين 1-0 مع قفصة في ريانا، يرجعوا في سكور ويزيتي فيهم ورقة حمراء كانوا ماخذين، ومن بعد قفصة زاد خذات. لكن المهم اللي منتشين ريانا كي مشاو للجرزونة حاجة برك، اللي ما يعرفش جرزونة راهو ترى جرزونة عتيدة جدا في ميدانها بالطرق الكل، ال سي متر امبريسيون جرزونة فوق ميدانها، فوق ميدانها عتيده بالكوره اي تحط لك ضغط رهيب. معناها ريانا مشيت في فكره تحب تنتصر، لكن لقات ادفرسير كي سيتو متر لا بريسيون يعرف يحطك في كاجك، يعرف يشدك في 18ك بوندون ان سيرتان تون. المفاجاه هذيك ايزون بانيكي ريانا، وعلى ذاك شفنا دي زوكازيون تاع كافوياج تاع واحد، معناها فريمون جرزونة راهو في بلادهم، اللي يعرف جرزونة يتفاجئ، معناها يفو سافوار جرزونة في بلادهم. سير مش قاعدين يلعبوا في ملعب جرزونة راه. نعرف في البسيري، مشيت معاهم في البسيري، سيتي افيك لايز دي مع جربه ولعبنا غاديكا، معناها كروي. وبلا جمهور. يعرف يحط الضغط يتحروا ما غير جمهور، وبون ديما ثم شويه جمهور حتى كي تقول ما غير جمهور، لكن في ميدانهم لاعبين سي دي جلادياتور جماعة جرزونة في بلادهم فريمون يعرف يحطوك، سامحني في الكلمة، يحطوك في الكوان غاديكا سيرتو دو بي دو ماتش. ما فيها شيء. معناها اوكي معناها سي ان بو اللغة نتاعنا. بالزاوية. دونك يحطوك في الزاوية، على ذاك ريانا تفاجأت شوية ظهرت. مانيش موافقك 100%. إجابة مش مقدمة الكلام، إجابة بتشوفها في فيتير هذه على مسألة عدم لعب سير جرزونة فوق ميدانه بالذات. شوفوا فيتير ونرجعوا. وقتاش نرجعوا نلعبوا على التيرام تاعنا؟ نستناو فيه عنا 7 سنين، علاش نلعبوا 7 سنين من غير جمهور؟ هي أسئلة الهيئة المديرة وجمهور سير جرزونة. عندما قمنا بزيارة لولاية بن زرت وتحديداً لفريق عريق أنجب عديد الأسماء الكروية وتأسس سنة 1967، وهنا نحكيه على جمعية سير جرزونة. لقينا مدينة جرزونة تعشق رياضة كرة القدم من صغيرها لكبيرها، والكل يتمناو يبعدوا على ملعب أحمد البسيري اللي يعيش بدوره ضغط التمارين اليومية بمعدل 7 على 7
دون توقف بما فيها اللقاءات الرسمية بمختلف الأصناف العمرية. ما صارت لها سير زرزونة هي في الفترة هذه 7 مواسم بدون حضور جمهور بدون ملعب. السلطة المحلية السلطة الجهوية لفتت لها الهيئة ومشيت لها وقدمت مطالب وقدمت شكايات، وكل مرة وإحنا في وعود. الحب والراء زرزنية نحبهم يلعبوا الكرة في زرزونة، ماذا بين هذه أمنية هذه أمنية. وله نقطة أخرى، لأنك نسمع فهم شركات وطنية أخرى من غير ما نقول، نقول لك شركات معروفة تعطي الجمعيات أخرى بالمليارات، فهمت؟ لهنا أنا نتفاجئ، نقول لك علاش معمل ستير زرزونة علاش بيعاونش؟ علاش تعاون يا رسول الله باش نخفف عليك أنا الضغط؟ أنا احنا كهيا نخفف عليكم الضغط، احنا تلهاو لكم الوليدات الصغار هذاك واللي من بعدهم في الوطن هذا هم مش ياخذوا المشحن يا رسول الله. يعني انا مدك في يدي، انت ما تحبش تمد يدك، علاش؟ نقطة استحيل. احنا كجمهور زرزونة قلقنا، عندنا 7 سنين البصيري 7 سنين نقول لك العام هذا اش يرجع الجمهور، العام هذا اش يرجع الجمهور، كل عام نسمع في نفس الحديث او في ديسمبر او في اول سيزون كل عام نفس الحديث. احنا كجمهور زرزونة هم الباتيمات اللي ورانا والله مشكورين، مالي الباتيمات حلونا ببين ديارهم نتفرجوا عنا 7 سنين فميكا، لا قدر الله كان يتيح عبد من فميكا يموت ولا تصير له بعد الحادث ما فهمناش احنا المشكله هذيا من شكون. كانت قبل عندها تاريخ وعندها تو كل اللي نقصد، حتى الناس ما يتلوج عليها والناس ما جوات يسالوني في البلاد يقولوا لي ايش بيها يا اخي جمعيه يا اخي بلا جمهور بلا يلزم يتلاقوا بها ويلزم يعطيوها الواحد في الديفيزيون دو بروفيسيونيل جمعيه بلا تيران وقاعده كل اللي تمشي هاو لهكا ولهكا ما يجيش مش معقول. جمعية سير جرزون الفريق الذي ينتمي للرابطة الثانية ومنذ سنوات يبحث على عودة الأجواء بينه وبين جمهوره اللي أصبح لعنده الحق يشاهد مبارياته، والجميع يتمنوا باش يرجعوا يلعبوا على ملعب حمادي البجاوي بجرزونة، ولكن عديد النقائص يعاني منها الملعب على مستوى الإنارة وصيانة أرضية الملعب، ونشاهدوا حالة حجرات الملابس. التيران بلا ضوء براتيكمون الخمسة ما عادش يترينا حد، كيفاش باش تكون أجيال؟ كيفاش باش تحكي على الفورماسيون وتحكي على ولاد جمعية في السينيور وظروف الجمعية؟ حتى باش ندخل في ديتاي أخرين، ما يزيدش جمهور وتيران وما فماش حتى تمويلات للفريق الكبير والصغار، نون بارلون با على الصغار، معناتها فما حتى دعم حتى معنى هكا ترى جمعية بعيدة على تيران راه ما يجيك حد. والله أمنية حتى الوليدات الصغار كلي شفتوهم بشيراو جمعيتهم تلعب لهنا، وفيهم أنا نأكد لك لي حتى وجوه اللاعبين يعني الكبار ما يعرفوهمش، يعني محرومين منهم، محرومين من الجو اللي يجيو كلهم على خاطره على الكورة واللعب، ومعناها الظروف قاسية ياسر 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 بصفة غريبة لهنا. كل جمعية من حقها باش تلعب على ميدانها، وأكيد هذا الفضاء الرياضي الهام اللي يستقطب شباب معتمدين جرزونة وفي طليعتهم فريق ستير جرزونة باعتباره متنفس لشباب الجهة ينتظر في حلول عاجلة. هذا هو ملعب محمد البجاوي بجرزونة، هذه الحالة بطبيعة الحال الملعب، وإن شاء الله شنو الأخبار الجديد هذه؟ الأخبار اللي 99% الجولة السادسة إن شاء الله وين سير جرزونة باش تستضيف مستقبل مرسى باش تلعب بحضور جمهور، لكن في ملعب المجاهد بمنزل عبد الرحمن اللي ينشط فيه توا فريق النادي الرياضي البنزرتي. حسب اخر الاخبار وكل شيء نجم يتبدل في منزل عبد الرحمن، يعني قرب شويه من البسيري جاي منزل عبد الرحمن اللي تلعب فيه توا، يلعب فيه توا نادي البنزرتي ملعب المجاهد. شنو الجمهور باش يكون حاضر؟ ينجم الجمهور يدخل الجمهور فقط. الاخبار الباهي فيما يتعلق بالجمهور، يعني الفريق كان يطلع على قنطره بنزرت ما عادش يطلع على القنطره، كان ماشي بنزرت البسيري توا باش يمشي على يساره لمنزل عبد الرحمن، ولكن الجمهور باش يجي، اما ملعب جرزونه مازال
مازال حكينا على الملاعب الاسبوع الفارت، كان بعدنا الاستاذ طارق العليمي هادي جبنياني كنت موجود معنا، حكينا على الملاعب بصفه عامه مدى تاثيرها، غياب الملاعب في جربه في قرقنا الشابه انا بالشاد ومن بعد قصور السيف تلعب في يعني هلال شابه يلعب في قصور السيف، اريانا بن عروس حمام لنف خبر الباهي باش يرجع يلعب في ميدان، وعده ملاعب تقريبا اكثر من ربع الفرق منتميه للرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم ما تلعبش فوق ميادين. حمام لنف لعبت في الكرم اليوم، ما لعبتش لا في مجرين ولا في حمام الانف، ولكن شنو هي الطريقه باش نوصلوا بها الملعب يدوم؟ هذا هو حمام لنف، خاصه نادي حمام لنف هاو تصلح هاو تكسر هاو تصلح هاو غير صالح هاو صالح هاو غير صالح، ما فهمناش يعني. فما مثال لملعب صحيح ما يلعبوش فيه بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، ولكن مثال جدي بصراحه نعتبره شخصيا في الملاعب التونسيه لكره القدم، ملعب الطيب المهيري بصفاقس، شنو هي السر نتاعو؟ شنو هي سر نجاحه؟ شنو هي الصيانه؟ شكون قاعد يقوم بالصيانه؟ قداش صرفوا عليه فلوس؟ اخبار اخرى شاهدوها في الفيتير الموالي مع سر نجاح ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع كل من حافظ بن عامر كمال بن عمر ومكرم الحطاب، تفضلوا. ملعب الطيب المهيري بصفاقس شد منذ سنوات وتحديدا في موسم 2013-2014 اصلاحات كبيره وجذريه كانت على اسس صحيحه وعلميه، خاصه فيما يتعلق بالميدان الرئيسي والملاعب الفرعيه. اصلاحات كانت كلفتها باهظه على المستوى المادي حوالي مليون دينار، وكذلك على النادي الصفاقسي اللي ابتعد عن جماهيره لمده طويله. قمنا باعاده تهيئه جذريه، قمنا بإزالة كامل التربة الخصبة، الغطاء الأخضر العشب بتاعه اللي كان وقتها متآكل وما بقاش يستجيب للمواصفات الفنية، وقمنا بإعادة مائدة الترشيح تبقى المواصفات الفنية معناتها عصرية، وقمنا بوضع تربة خصبة جديدة وسماد عضوي جديد ومواد كيميائية، وقمنا بإعادة الغطاء الأخضر بصفائح من العشب، وشملت الأشغال الميدان الرئيسي والزوز ميادين فرعية. الحالة الممتازة لعشب ملعب الطيب المهيري كان وراها أيادي من ذهب لعمل علاقتهم بالميدان تجاوزت المهنة إلى علاقة من نوع آخر، علاقة فيها برشا حب للعمل من أجل تقديم الملعب في أجمل حلة. يمرض الجازون نمرض، احنا والخدامة نمرض، كيف تصير فما نبتيال ولا دودة ولا نمرضوا ما نجموش نعديوها لما يبدا الحاله نتاعو طيبه والفيرديور نتاعو تبدا كما تشوفوا فيها تو نبداو فرحانين. ظلي ولات فما 10 تو بينكم وبين الجازون. بطبيعه الحال احنا نعرفوا الجازون باش تدخلوا تعرف اش لازموش ما لازموش، من الصباح من غير ما يقولوا لك اش تعمل تدخل ديريكت عندك خدمتك معروفه. بعد الماتش معروفه، قبل الماتش معروفه، قصان ورولاج والدويات وقتهم، لي زونغري وقتهم، كل شيء في وقته يمشي. الخمس عام هنا في الجازون فهمت ولا، ونجي الصباح نبدا نخدم رواحنا، الناس كل واحد يعرف اش يخدم. احنا على الاول معناتها دوبلاش كملنا الخدمه نتاعو او كنا اشغال الصيانه المقاول في 3 شهور كان ياخو حوالي 100,000 دينار في 3 شهور بالنسبه للميدان الرئيسي والميدان الفرعي، لكن بعد تالي تخلينا على المقاول وقمنا بالصيانه وحدنا معناتها البلديه وحدنا ما تفوتش 100,000 دينار في العام. هالنوعية الجيدة للميدان تتطلب أعمال صيانة يومية ومسترسلة بطريقة فنية وعلمية بعيداً عن الارتجال والعشوائية حتى يحافظ العشب على ديمومته. اخترنا نوعية العشب الباسبالوم اللي هي تحب معناتها المناخ السخون، يبدأ معناتها ثم سخانة في الصيف، ومشيت معانا بالقداء. عيبها الوحيد مش عيبها وحيدة، هي طبيعة فيزيولوجية فيها، هي فيها ركود فيزيولوجي خلال الأشهر معناتها ديسمبر وجانفي وفيفري خلال فترة الشتاء، احنا نتخطاو الركود الفيزيولوجي هذا ونعملوا حل فني، هو نقوم بعمليه البذر الموسمي في اواخر شهر اكتوبر. من تويك بدينا حضرنا التراب، حضرنا لي زونغري، حضرنا الزراعه باش نبرمجوا امورنا ان شاء الله باش نزرعوا عن قريب. بالنسبه للسقيان عندنا في الصيف نسقيوها مرتين بالليل والصباح بكري، وساعات حتى كي بدا تقص سخون برشا نعملوا سيرينجاج اللي هو يعني عمليه بل الورقه في دقيقتين في وسط النهار. وبالنسبة للشتاء احنا والعوامل الطبيعية إذا كان فما أمطار نقصوا عليه المية، وإذا كان ما فماش نسقيه مرة واحدة ولا معدل يوم بيوم. بالنسبة للدواء كي ظل موجودة في الترا دودة ولا حاجة من هكا تشوف أنت العصفور ولا الجازون يهسهس شوية كي تعفس فهمت ولا، تعرف اللي هو فيه الدودة. النوعية نتاع العشب هذه في الصيف تنمو أكثر، قصوها مرتين، وفي الشتاء قصوا مرة واحدة. كما تشوفوا الآلة هذه هي تقوم بالقص العشب
وتعمل الرولاج او ميم طون الديسان اللي هو هذاك لي بوند اللي يشوفوا فيهم في الشاشه في التلفزه كيفاش تبدا منظر حلو في التيران. بلديه صفاقس الحقيقه معناتها ما قصرتش، اقتنات اليات بقيمه 150 الف دينار، هاي فيها عينه تشوفوا فيها 150 الف دينار. هذه الالات هذه مختصه في التهوئه والبذر الموسمي وحصاد العشب، كليك تتم العمليه معناتها على قواعد صحيحه. احنا جابهنا معناتها نوعا ما قله الامكانيات البشريه بالاليات هذه. الحقيقه ملعب الطيب الميري راهو ما يخدموش فيه برشا من الناس، عندي ثلاثة عوان يخدموا وعندنا عون لاي بالري. اليوم نحن في واحد من بين أحسن الميادين في الجمهورية بفضل الرعاية الكبيرة والاهتمام اللي توليه بلدية صفاقس للمنشأة الرياضية، لكن يبقى السؤال المطروح، ما هو سر نجاح ملعب المهيري في ظل الحالة المتردية لأغلب الميادين الأخرى؟ تكمن في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى عند إعداد الملعب، يلزم يوقع التركيز خاصة على مائدة ترشيح الماء، ويزم التركيز على معناتها اختيار نوعية التربة، يلزمها تكون تربة رملية باش ما تشدش الماء وما تخمش، ويلزم معناتها اختيار نوعية العشب. هذا فيما يخص معناتها عند التهيئة. من بعد تالي ثم الصيانة يلزمها تكون صيانة طبقا للمواصفات الفنية. عملية الصيانة يلزمها تكون جذرية، يلزم فور ما تنتهي أي مقابلة يلزم يدخلوا الخدامة يصلحوا هكا اللي تاكل به. والحاجه الثالثه اللي تضمن نجاح الملعب هو يلزم تكون معناتها الاستغلال المحكم للملعب، وهنا يلزم تم تناغم بين الجمعيه اللي تستغل الملعب وبين البلديه. ملعب الطيب المهيري يبقى بالفعل واحد من احسن الملاعب في تونس، لكن يبقى كذلك منقوص من انجاز اخر طال انتظاره، سبوره لامعه في قيمه هذا الملعب. كما قال حافظ بن عامر، ملعب متكامل مع عدسة بورا لامع، يعني شوف مهم جدا، يعني 100 مليون كان ياخذها المقاول على الصيانه فقط، شنو ياخذها المقاول؟ يعني يقول المقاول انه مصاريفه بالنسبه وتكاليف صيانه الملعب لمده 3 اشهر، وقت اللي خذت البلديه على عاتقها اصبح 100,000 دينار في سنه كامله، الربع يعني التكلفه، وهذا ممتاز. او كحل من الحلول، باش ما نقولوش ملاعب الرياضيه يحكيوا فيها كل المشاكل، او كالملاعب واش بيهم ما يلعبوش، لا او كحل، او كملعب طيب مهيري بصفاقس اللي باش يصرف معليه كان يمشي الملعب طيب مهيري بصفاقس ويشوف شنو هو سر النجاح والاستمراريه. هذا موجود ماهوش في كوكب اخر، هاو في صفاقس مش بعيد علينا. بالنسبه للمباراه المواليه اللي باش تتابعوها دائما في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم، بثلاثيه اولمبيك سيدي بوزيد يفوز على الملعب صفاقسي 3-0، اعرض انتصار لنجم اولمبيك سيدي بوزيد في 34 مباراه لعبها كمستضيف في بطوله الرابطه الثانيه لكره القدم. روف جباري، خالد بن يعقوب، جد المنصري، وثينا ارديتي. الملعب الصفاقسي في ضيافة أولمبيك سيدي بوزيد، شعار كل فريق قبل هالمباراة هو الانتصار. البداية كانت قوية من المحليين، وأبرز فرصة هي اللي توفرت لوجد الماجري بعدها التوزيعة من بهاء الدين الإبراهيمي. بعدها الشهيبي في هجمة سريعة يعرقل والحكم يعلن على مخالف. القيدوم عبد القادر ذو بكل دقة يسوب، وهدف أول للأولمبيك. دقيقة بعد محاولة تعديل الذيع على زيوف، وقيس الترابلسي يخطئ المرمى. اللعب أصبح محاولة بمحاولة، وفي هالمرة أيمن السليمي يضيف الهدف الثاني. بس بقية زوز أهداف تواصلت سيطرة الأولمبيك. في المقابل أبناء الملعب الصفاقسي محاولاتهم كانت محتشمة. في الفترة الثانية تواصلت سيطرة أبناء المدرب القادري. التسديد من بعيد كان رغبة كل اللاعبين. مروان بن عمر يجرب حظه، والحارس التمزيني ما يحسنش التسدي، وهدف ثالث في شباك. المحاولات الهجومية للضيوف كانت قليلة، وعلاء الدين بن صالح كان بإمكانه التسجيل،
الحارس شوية يتألق في مناسبتين، في مرة أولى أمام بالحسن شلبي وفي مرة ثانية أمام مالك البولعاب، لينتهي بعد اللقاء فوز مستحق للأولمبيك 3-0. نخدموا بهدوء بصمت اون بروغريس من ماتش لماتش، خاصة على مستوى التنشيط الهجومي. اليوم عملنا كل شيء، خلقنا فرص، سجلنا اهداف ممتازة جدا. مشكورين للملاعبيه نتاعي على خاطر ايزونتيتي تريز اتونتيف، خذاو الانيشيتيف مهم شيء، معناها ثم شخصيه في التيران، باش معناها الكاليتي ديبيوت. الاولاد عملوا اللي عليهم، الاولاد جراو وعرق وحبوا يقدموا مقابله طيبه، عملوا كل ما عليهم. فما برشا نقائص، فما حوايج تجاوزهم هو، معناتها الفو ترافاي وعينا شويه اليوم، معناتها برشا نقائص الموجوده ان شاء الله نخدموا عليها ونحاولوا نحصلوها. مي الاولاد معناتها فما فولونتي، مي فما حوايج ما تجاوبش، ما نحبش ندخل اكثر في الديتاي. 3-0، ثاني انتصار نجم اولمبيك سيدي بوزيد مع تعادل، يعني المجموع 7 نقاط يخليه في موجود في المركز الثاني بعد جندوبه الرياضيه اللي موجود في المركز الاول بدوره في بنقطه وحيده في المقابل. يعني الملعب الصفاقسي هزيمه وتعادل وانتصار، وزوز هزائم وتعادل وانتصار، 4 نقاط لحد الان. الملعب الصفاقسي بمدرب جديد اسمه مراد السبعي، المدرب السابق لنادي جبنيانه، رنا برشا في صفاقس والفرق اللي في صفاقس بعد انسحاب فرالوية زادة، بعد انسحاب انيس عبد القادر بوجلبان، اول مباراه ليه واول هزيمه. في المقابل كان لاحظتوا معايا، نحب نحكي على جماليه الاهداف في المباراه هذيا، مخالفه مباشره وثنائيه لعبد القادر، عبد القادر ضو في المباراه هذيا، وتصويبات من بعيد، يعني الاهداف كانت حاضره، وكما قال لطفي القادري مدرب سيدي بوزيد، الكاليتي نتاع الاهداف والجماليه زادة كانت موجوده. نادي جبنيانة عندك علاقه؟ لا لا نادي جبنيانة ما عندش حتى علاقه. باهي تفضل. مبروك لسيدي بوزيد والكوتش نتاعها القادري اللي 3-0، ريزمون ماركيو 3 سينو الجوله تخرج برشا كور موا، اي 15 هدف 3 من هنا و3 في قصور السيف. كما قلت والله يعطي صح، حتى انا حبيت نحكي على بيوت تسديد معناها اون كور دو جو اللي هو الهدف الثاني من الكوتي دروا نيميرو 10 على ما اعتقد ايمن السليم. عبد القادر الضو دربته في المرسى، سي ان جوور تري تري سيريو على ذاك اللي جان دو في نتاعو، رغم نوعا ما تقدمه في السن، لكن اللي تري سيريو وقت تنجم تخدم ما عندكش عمر واضح للاعب وين ينجم يوصل في العمر، دونك منظم في ماكلتك في نومك في تدريبك تنجم تمشي لابعد مستويات، وعنده معناها رينيسونس معناها عبد القادر الضو سي لو ليدر الوقت الحالي في سيدي بوزيد. شكون يذكرك في باجي هكا يذكروك بلاعب اولمبي الباجي؟ حمدي الورهيني مثلا، نبيل ميساوي معروف، حمدي الورهيني مازال يلعب زاد واضح جدا. مشيو المباراه اللي بعدها من الحمام سوسه واتحاد تطاوين مع كل من فيراس بن سعد انور غديره وحنان العجيبي. خمسة نقاط في 3 جولات ورصيد خالي من الهزيمة، حصيلة خلت أمل حمام سوسة يطمح للاقتراب أكثر من الصدارة في مواجهته لاتحاد تطاوين الساعي لوضع حد للهزائم المتالية. الدولي سرق السلمي يدير اللقاء، وعزين عبيدي يضيع فرصة وجه لوجه للضيوف بعد خطأ من دفاع حمام سوسة. البداية القوية من الاتحاد رد عليها الأمل بركنية من شادلي الشعار، وتألق نعيم المثلوثي أمام مهدي بن ذفلة في كرة غادر على إثر الحارس الميدان المصاب وعوضه منتصر السماوي. بعد زوز فرص في أقل من 10 دقائق مستوى اللقاء نزل، وأصبحنا نشوفه في أشباه فرص حتى دقيقة 45 ومخالفة شادلي الشعار في القائم الثاني تلقى وائل البحري أمام شباك فارغة يحط الكرة على القائم، ثم كرة أخرى للأمل وحسين بالشايب حاول رفع الكرة بالحارس مكان التسديد بقوة باش يضيع الهدف في يوفا شوط الأول 0-0. في بداية الفترة الثانية أمل حمام سوسة يواصل ضغطه الهجومي، مادي بن ذي فلة يسدد في مرة أولى كرة ترجع أمام حسين بالشايب وتصويبته دور عنوان. الأمل ركز أغلب هجوماته على الجهة اليمنى، وحتى مع إصابة الظهير وائل البحري وتعويضه بعلي بن سعيد واصل أبناء حكيم البرق الاعتماد على نفس الجهة، وتواغل من عمار بن ساسي لمهد الإسكندر الصغير، وكورته تلقى الدفاع في آخر لحظة يخرج كرة ركنية. ركنية كاد يعطي بها ضياء الدين جويني الأسبقية لفريقه، لكن رأسيته لقت العارضة لأنقذت فريق اتحاد تطاوين. من جهته الاتحاد اكتفى بالدفاع وقبل برشلة، الشيء اللي كلفه قبول هدف أول في دقيقة 81 بعد كرة ثابتة من شعار ومدافع تطاوين يلمس الكرة رجعها الحارس أمام اسكندر الصغير اللي يعطي واحدة بلاش الأمل. هدف كان ممكن تعزيزه من البديل رشدي الجربوعي لكنه ضيع الفرصة بطريقة غريبة. في المقابل المدرب سمير الجويلي يلعب كل أوراقه بعد الهدف
ويقحم نوف اليوسفي وصفيا نصر الله. تغييرات مكنوا ابناء اتحاد تطاوين من السيطره في الدقائق الاخرى، وبعد سوء تصرف في الفرص في زوز مناسبات تمكن بلال التويتي من تعديل النتيجه في 92 دقيقه بعد خطا من دفاع الامل وتسديده غلط بها محمد بودربيله، ويحكم على المباراه بالنهايه بالتعادل 1-1. نتيجة أخذت أصحاب الدار بالنظر للمجريات المقابلة، ومن جانب الاتحاد الفرحة كانت كبيرة بالهدف، خاصة بعد التمكن من تجنب الهزيمة الثالثة على التوالي. نحن كيباهي قاعدين نمركيو، قاعدين نفرضوا في الريتم تاعنا، قاعدين عندنا ستيل دو جو قاعدين نمبوزيو فيه سواء هنا ولا لبرا. دونك الأهداف موجودين في الكورة والأغلاط موجودين، حاولوا باش نصلحوا إن شاء الله في الماتشات الجاية إن شاء الله. الملاعبيه ما المريت يرجع لهم، قالوا ما ايسوش ما استسلموش، كانوا رجال بالحق واملوا بحظوظهم حتى الاخر، حتى اخر المباراه. مع التغييرات الهجوميه اللي قمنا بها ضغطنا على المنافس، خلينا نلعب في المنطقه نتاعو، دونك اون لا بوسي اثر لا فوت، سجلنا هدف في الدقائق الضايعه. نصور الكره اليوم انصفت زوج فرق اليوم. واضح اذا عمل حمام سوسه هو الفريق الوحيد اللي يسجل ويقبل اهداف في كل مباريات هذا الموسم في اربع جولات، اللي مازال ما خسرش، هو الفريق الوحيد اللي يسجل ويقبل. صحيح. من جمله بطبيعه الحال 20 فريق. حسين، تعادل 1-1 بين امل حمام سوسه واتحاد التوين. نربط شويه معك لان السجويلي اللي في الاخير قال ثم ما سلموش واحد. بون مباراة ثم اصرار في حتى في الاهداف، تنشوف الاهداف ثم اصرار كبير في لي دو بيوت، معناها 1-1 لكل فريق. اصرار كبير من الحمام سوسه حتى للهدف نتاعها ثم ضغط. سيتي اون استوار دو بالاريتي، برشا كفرونات، شادي شعار معروف باللي بالاريتي نتاعو لو بيي غوش نتاعو اللي تري كونو. الفرص نتاع حمام سوسه معظمها جات على دي بالاريتي، حتى يجي الهدف الاولاني كورتين على البار ظهري فرد اوكازيون، من بعد لو ريفلكس دو فير لو سيزو ميم اللي انت على متر من الخط النهائي لكن يفال الفير ويعطي سي ان بو بيوت فينالمون، حتى كان ثم بعض الناس باش يراوها ساهل ماهوش ساهل. فلي بروند لا ديسيزيون فيسع وكمل سجل الهدف. هي ياسر حاب ترجع للتطاوين كما قال المدرب، كما قلت لكم حاب يرجع في سكور. ايزون سي بون سي تي اوبليجي وقت خاسر ماتش نول، تقول بون ماتش نول يساعدني نلعب على الاكستيريور، لكن في الوقت هذاك يلزموا يخرجوا. خرجوا ايزون يو هدف ثاني كان زاد مونتيز بي غوش كروازي افيك ان ديفونسور اون بليس، فيه ريوسيت الهدف. حمام سوسه نتوقع اليوم اللي معناه ممسوسين بالتعادل، خاطر ظهر لي حسب مارينا الفيتير ان جراند بارتي دو ماتش سيتي حمام سوسه اللي هي مهيمن عليه. واضح جدا. حكينا قبيله شوي على صادق السالمي الحكم الدولي، قلت لي الوحيد اللي زفر اول مباراه لي كانت مباراه حمام سوسه واتحاد تطاوين، تصديقا لكلامك تاكيدا لكلامك هادي. سؤال فقط، مباراه رقم قداش هذه بين جمعيه جربه ومستقبل سليمان؟ مباراه اللي باش تبعوها تو حسب رايك الاولى في الرابطه المحترفه الثانيه لولا. انت تقول اللولا هذه؟ لا انا ما نعرفش، ما نقولش لولا، ما نقولش لولا. ما دامش ثم حاجه ثم لولا لولا. ما قلت لك شيء هذه، اول لقاء صحيح، اول لقاء بين الفريقين في بطولة الرابطة المحترفة الثانية بين جمعية جربة ومستقبل سليمان، هو الحقيقة أرقام عماد الكيليني، عمر المسيسر، سندس تويري، محي الدين بن غازي وخلود البركيوي.